مشاهدينا على قناتكم ريفيرونس أجيال في أولى حلقات برنامج سؤال اليوم. سؤال اليوم مرتبط 100% بالرياضة، بحيث حنا على مقربة من انتهاء البطولة بأربعة. اليوم هيكون شكون في نظرك هيفوز بالبطولة وشكون هيغادر؟ اللي غادي يفوز في البطوله هو الوداد البيضاوي، على حساب عندهم فيزيك هي هذيك، المدرب حتى هو في المستوى. لا يفوز بالاخر بد العام ان شاء الله، والوداد فرق الوداد البيضاوي، ولا غادي نزيد غادي تك عندك خميسات اللي حطت الرجل الاولى في قسم الثاني، ومع هذه الحادثه السير اللي وقعت للنادي الفريق خنيفري نقدر نعطيك واحد النسبه كبيره حتى هو غادي يهبط، غاتاثر على هذا الحادث السير اللي اثر على الفريق. انا ودادي، وبالنسبه للامر ديال البطوله بالنسبه لينا حنا جماهير الوداد البيضاوي عارفين اللقب محسوم لنا بواحد النسبه مئويه كبيره، لان الوداد البيضاوي بدلاش وغيراش، حلقش المكتب ديالها، عاودش حل ديك الجذور، وعاودش زغرغرسات واحد الجذور جديده، وذوك الجذور عطاتنا لحد الان الشيما ديالها. حنا متصدرين البطوله الوطنيه وبواحد الرصيد اللي مزيان، رغم الخريبكه راها ورانا، ولكن حنا عارفين ان غادي نديروا نتائج ايجابيه في اربعه المقابلات اللي بقاو لينا، وغادي نحسموا في امر ديال البطوله ان شاء الله. بالنسبه للفرق اللي غادي يمكن لها تغادر البطوله العام بنسبه مئويه كبيره، يمكن نقول لك 99.99% خميسات تضع القدم الاولى في القسم الوطني الثاني، اللي غادي يمكن يمشي معها القسم الوطني الثاني. انا كتبان لي انا خنيفره، رغم هذا المشكل اللي وقع لهم الحادثه اللي من هنا كنتمنوا لهم الشفاء العاجل، خنيفره بالنسبه لي انا الفريق اللي ما يستاهلش هذا العام ينزل القسم الوطني الثاني. انا جوي، والفريق اللي غادي يدير البطوله هذا العام هو الوداد البيضاوي. بالنسبه لي كمشجع الفريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى الفريق خريبكه ولا تطوان يديو البطوله، والرجاء ان شاء الله تحسن في المراكز ديالها باش تلعب الشامبيونز ليغ العام الجاي. وشكون في نظرك غيطير؟ خميسات وشباب ريف الحسيمي، حيت ازمات وبدلوا لي مدربين وبزاف ديال الحوايج. في نظري انا غتفوز الرجاء وغتغادر الحسيمه وخيبقه. البطوله ان شاء الله وداديه غادي تكون ان شاء الله، وغادي تكون غادي اللي غادي تطيح في البطوله تنظن تحت زموري الخميسات وشباب ريف الحسيمي. شباب الريف الحسيمي عندو ازمه ماليه كيمر منا خانقه، وتشاد زموري خميسات كل كيعرف ان في العام كامل هما فيهم بهم في اطار المسيرين، هذا هو اللي كنظن. والبطوله وداد عدى تاريخ، وداد كلشي كيعرف ان التشكيله اللي جابها دابا المدرب جون أنطوشاك بو الدراري فيها مزيانين، والدراري اللي صراحه عندهم واحد الروح قتاليه في اطار الوداد البيضاء. شكون في نظرك يفوز بالبطوله؟ انا من محبي الفريق ديال كوكب المراكشي، ولكن كنتمنى ان الوداد هي اللي تفوز على البطوله ان شاء الله. نظن بان خريبكه وتطوان طالعه النيفو ديالها طالع، ونقولوا خريبكه ماشي مشكل، مي تنتمناو ان الوداد هي اللي تاخذ البطوله، وانا من محبين الكوكب المراكشي، وتنتمنى ان شاء الله حتى هي تكون شنارات في الصداره وتدي البطوله ان شاء الله الرحمن الرحيم. غدير البطوله الوداد، الوداد البيضاوي. علاش؟ عندها اللعب مزيان، هذا العام شابانت مزيان فهمتي، وعندها الجمهور ديالها حتى هي، والخميسات مع شويه وما عندهاش الجمهور. في نظري الشاف الوداد هي اللي في نظري غدير البطوله، حتى انا ودادي لابس الحماره. تطوان؟ لا تطوان ما كنظنش، ما عنديش معاهم تطوان الشماليين. غيغادر خميسات او شباب خنيفره، ما عندهمش كره، وتا المكتب ما عندوش فلوس. لا جمهور لا فلوس لا مكتب لا والو. النظر ديالي ان الوداد البيضاوي هو الذي يفوز بالبطوله، عند فريق يستاهل الفوز، وفريق عنده طموح كبير انه يفوز بالبطوله هذا العام هذا، وتنتمنى له الخير انه في المقابله الجايه يفوز ب 3 بوان، وانه هو الفريق اللي يدير البطوله ان شاء الله، وديما وداد. صحيح ريال مدريد هي اللي غادي البطوله من طبيعه الحال، انه هو البطل ديال الموسم اللي فايت، وهذا العام كيقدم عروض جيده. وادير البطوله ودادي وخا انا راجع. بطوله وداديه ان شاء الله، ما كاين ما احسن من الوداد.
خويا اللي غتفوز بالبطوله هي الوداد البيضاوي، لا غادر هي الخميسات. مشاهدينا الاجابات كانت كثيره ومختلفه، كل واحد عطانا الراي ديالو على حسب ميولاته، ولكن وحدها الايام القادمه كفيله بالاجابه عن هذا السؤال. بهذا مشاهدي قناه ريفيرونس اجيال نضرب لكم موعد جديد، حلقه جديده وسؤال جديد. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. تطوان غدرة الوداد والرجاء. نتمنى ان تطوان هي اللي تطلع.